السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الشهيوه صراحه كتجي زوينه، القرق كلشي تيحماق عليه بالجلبانه. عندنا القرق بالجلبانه، غادي نقدم لكم ان شاء الله اليوم في الطاجين. عندنا القرق كما شفتوا صراحه بان ليا باقي جديد وعجبني. اليوم تشهينا، قلنا نديرو عندي الحامض، عندما نوريكم ان شاء الله الطبشه ديال القرق. عندي جلبانه وعندي طريف ديال اللحم، طريفات ديال اللحم ديال العجل ديال اللوحه، خديت اللوحه ديال العجل. عندي بصله مشلطاها صغيره بزاف كما تشوفوا، صغيره بزاف، ما خليتهاش كبيره، ولا تحكوها الا بغيتوش تقطعوها بحال هكا، حكوها في حكاكه كبيره ماشي مشكل. عندي معلقه صغيره ديال خرقوم عود، معلقه صغيره ديال سكينجبير، ربعه ديال دروس الثوم كبارين. عندي الطماط زعفران وجليجة كنور صراحه كتبقى اختياريه، والملح على حسب الذوق، وزيت الزيتون. ندوزو ان شاء الله، نمشيو نشعلو البوطه ديالنا ونشحروا الحيمه ونرجعوا باش نقشروا بقى. شعلنا البوطه، درت الكوكو ديالي، ندير قليل من زيت الزيتون وندير عاود شويه من الزيت، زيت نورمال، وندير هاد البصيله ديالي صغيره بنزيدكم التنجرة تحت. ندير الفرن ديالي، ندير الثومه كما شفتو، ندير الخرقوم، كنجبير، خرقوم عود، الطما ديال الكنور، الطما ديال الزعفران. ندير فيها شويه ديال الماء، نديرو الماء باش تشحر لينا الحيمة، نرجع معاكم من بعد. خلات لينا الحيمة غنعمر عليها الماء وغنخليها طيب. عاد نمشيو دابا نقشرو ديريكتوم، نقشرو القرق، نسدو عليها شي 20 دقيقة ونرجع معاكم. كما قلنا نقشرو القرق، نقطعو بعدا الحامض، نحتاجو الماس ديالو، ندوزو نحيدو بعدا ليه الراس ديالو هو الأول، وهذا الراس منلوحوش، إلا كان طري ناخدو منو القلب ديالو لكن بلاتي تنرجع معاكم من بعد. هادي التجربة ساهل، تبعو غير بحال هكا، حاولوا ما تضيعوش، تمشيو تدخلوا ليا لداخل يعني غير على مها بحال هكا غير من الفوق. نوريكم هاد الطريقه وطريقه اخرى اللي جات وسهله يصاوب بها. دابا غنديرو ليها هكا باش مبقاوش نضيع الوقت. كي تشوفو باقي ما دارتش حتى هداك الشعر ديالها، يعني باقي صغير هاد القرق.
نشدو هذا الحامض كيما شفتو، نديرو عليه بحال هكا، نحكو عليه مزيان، نعصر شوية نقص الماء، نلوح بعدا هذا. هي ما طابت مزيان ومازال نزيد عليها شويه كيما شفتوا الفوق هذه جا صاوبتو نديرو الجبانه بسم الله غنخلوها تغلي واحد الغلية ونرجع معاكم من بعد ما غلات المريقة ديالنا غادي نديرو عليها الفوق ندير الفوق ديالي مشيت القريطه ديال القزبر ما غاديش نربطها ما والو غادي ندير لها غير بحال هكا ونحطها في الشنيط وغنزيد شي كويز ديال الماء على هذا الطبق نزيد كويز ديال الماء دابا غادي نقص عليه الفوطه ونخليه يطيب ندير عليه داك شويه الملح اللي وريتكم قبيله كيما شويه ديال الملح ان كويه غير كافي صغيره لي زيت ديال الملح ودابا نزيدو عليه نرجع معكم من بعد كتشوفوا الفوق ديالي طاب وخلي المريقه تشرب ونعاود نسقو صافي كلشي طاب صراحه كلشي طاب كما كتشوفوا هالقوق ديالي باش نبان انه وجدتو نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وصراحه راه جديد قال لي غير نقول لكم بالصحه والراحه والى اللقاء